هو اليوم نبارك للمجلس الأعلى للشباب هذا الصرح الكبير للجزائر وهذا المكسب الكبير للديمقراطية التشاركية في الجزائر الجديدة اللي الهلال الأحمر الجزائري كان ماضي معاه اتفاقية تعاون وشراكة واللي جميع أعضاء راهم منخرطين في العملية التضامنية بقوة على المستوى الولائي. سعداء جدا بهذا المستوى العالي اللي لقيناه في هذه الجمعية العامة بهذا البيلون أيضا اللي قدمه السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب، وننتظر منه الكثير. ونحن في الهلال الأحمر الجزائري في تعاون وانسجام مطلق مع هذه الهيئة، وسيكون لنا تعاون وشراكة في العديد من المجالات قريبا بإذن الله.